بعد فوز السفانة على النوارس كورة يتابع المؤتمر الصحفي للمباراة. صاحب زيد يعني ما في وضع خلينا نقول لا يحسب عليه. أعتقد هذه هي تراكمات بدأت تظهر الآن على الفريق وأصبحت واضحة، بدأت تأثر على النتائج رغم أنه الفريق يأدي بالمباريات لكن للأسف ما يحقق على النتائج اللي يطمح لها الجماهير. أتمنى أنه الفترة القادمة تصلح. مبروك نادي مينو، هارد لك نادي الزوراء، وهارد لك جماهيرنا اللي ساندونا طوال المباراة. الحمد لله وشكرا، إن شاء الله نقدم شيء يرضينا المباريات القادمة. أول شيء أحب يتشكر من جماهير الميناء، يعرف إحنا كنا جايين من 3 خسارات متتالية، مع ذلك الجماهير الميناء كانت دعمتنا حتى قبل تمرين البارحة، جو التمرين شجعونا وما تخلوا عنا، فنريد نشكرهم ونقول لهم مبروك. ونفس الشيء نشكر اللاعبين، كل اللاعبين. هاي الفوز مثل مصالحة للجمهور، وإن شاء الله هاي تكون بداية والقادم أفضل. كنا ككتلة كفريق وإحنا نحتاج فوز، فاليوم أهم شيء كان الفوز واللعب راح يجي همين.